العافية شباب، وحياكم الله معانا من جديد مشاهدينا. معانا بهذه اللحظات رجل الأعمال الكويتي الشاب محمد نبيل جعفر، اللي حقق طبعا شهرة واسعة خلال تعامله مع التجارة الإلكترونية. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. وحياك الله معانا أستاذ محمد. طولي بعمرك شوفي حظك. يعني ما شاء الله من شباب الكويت اللي يعني ذكائهم باهر، واللي قدرت يعني تحقق حق نفسك سمعة واسم في مجال التجارة، شيء نفتخر فيه كلنا، وعساك على القوة إن شاء الله منها للأعلى. طولي بعمرك. أخوي محمد، حابين نتكلم عن موضوع التجارة الإلكترونية. الكل الحين مستسهل أنك والله تشتري دومين معين، اسم معين، وتحاول أنك يعني تمشي شوية علشان أحد يجي ويطلبه منك ويبيعه بالملايين، لأن الحين صارت يعني التجارة الإلكترونية مرتبطة بالملايين، ولا إيش رأيك؟ والله يسلمك. هي طبعا احنا عايشين بجيل تكنولوجيا، عالم تكنولوجيا، كل ما التكنولوجيا تزيد وتزيد، فالبزنس قاعد تنتقل من الاوفلاين الى الاونلاين. ولكن بالنهايه لو تشوفين انت اداره الشركات هذه حالها حال اي شركه ثانيه، حتى لو شركه ما لها شغل بالتكنولوجيا، محتاجه انت كل الاقسام الموجوده تكون متواجده وتديرينها كبزنس بالنهايه. يعني احنا نبي نتعلم بدايتك شلون كانت، يعني شلون بلشت بهالمجال ومتى كانت الضربه؟ سبحان الله. طب بلشت اشتغل في بنك الخليج. كنت قسم الائتمان وحاب اكون عندي ماي اون بزنس، ما كان عندي الخبره، فالاربع سنوات اللي قضيتها في البنك اعطتني الاكسبيرينس. حلو. بعدين بلشت في المطعم، كان في هبه ذاك الوقت، بالحكي ب 2008 اكيد، بس ذاك الوقت كانت هبه البدايه، هبه المطاعم اللوكل. بلشوا المطاعم برجر بوتيك ومانش، فقلت انا خلنا اسوي لي مطعم حالي حالهم، ولكن كنت يعني للاسف فشلت في بالمجال ما نجحت فيه. فسبحان الله دخلت المطعمي ذاك الوقت موقع طلبات على ابو يعطيني كاكسبو اي سيلز، وسبحان الله هذه جت الفرصه من الله سبحانه وتعالى، وسبحان الله شفت الشركه وعجبت فيها والله يسرها لي، والحمد لله قنعت الاهل وجزاهم الله خير، مولوني وقدرت نشتري البزنس. حلو. انزين، يعني شنو هي الاسس اللي لازم يمشي عليها الشاب علشان يمتلك هيز اون بزنس؟ طبعا اهم شيء الاكسبيرينس. الاكسبيرينس وايد وايد مهم. انا بالنسبه لي الاربع سنوات اللي قضيتها في البنك اكتسبت فيها البزنس، لغه البزنس. لو مو مشتغل في الاربع سنوات هذه في بنك الخليج كان واجهت صعوبه جدا في اداره البزنس مالي. فجزاه الله خير الوالد نصحني، قال لي قبل ما تسوي اي شيء روح تعلم اول شيء. فرحت تعلمت والحمد لله عقب ما خذيت الاكسبيرينس. بس والله انت سريع التعلم، يعني اربع سنوات كانت كافيه. والله في ناس قالوا تاخرت وايد، لا بس حسيت نفسي اربع سنين مثل ما تقول انا كنت جاهز. رحت حق الوالد والوالده جزاهم الله خير وقلت لهم انا شفت فرصه معينه في شركه معينه نقدر ناخذها ونوسعها في المنطقه. جزاهم الله خير وساعدوني مولوني للمشروع، وقدرت بفضل من الله سبحانه وتعالى اني اوصل الشركه من شركه محليه الى شركه خليجيه. انصحوك الوالد والوالده؟ يعني شنو كانت الاشياء او النصائح المهمه اللي قالوا لك اياها، خصوصا انه خلاص انت راح تبتعد عن الوظيفه وراح تصير يعني انت اللي تصرف على نفسك؟ سبحان الله. طبعا بالبدايه كانت صعبه بالنسبه لي لان الثقل كان عود. حتى أذكر الوالد أول ما وقعنا الصفقة كان مسكني على جنب، قال لي شوف، قال لي الفلوس اللي دفعناها حق البزنس أنا بالنسبة لي ترى شلتها، بشوف كلها التربية اللي ربيناك إياها أنا أمك والدراسة والتعليم آخرتها شنو. فبالنسبة لي حطت علي بريشر أن أنا أرفع رأس أمي وبوي. مستثمرين فيك طبعا. فالحين حطيت قدام أمر الواقع، فقلت حق نفسي مضطر أنا أحوط نفسي بناس فهمانة. فأول شيء بدايتي بلشت عينت لي ناس أحسن مني معي في البزنس كمستشارين، لا كتيم فريق عمل. أوكي. لأن أعتبرها مثل فريق كرة قدم، كل ما جبت لي لاعبين زينين وأنت فريق أقوى، فريق يصير أقوى. فنفس الشيء الشركات، فحوطت نفسي بناس فهمانة، ناس أحسن مني صراحة. فالحمد لله صرت قوي، معناه فريقي كان قوي. حلو. نعم من الله. وبلشنا وكلنا طراقات هواية البداية طبعا، والحمد لله تعلمنا وخذناها خطوة خطوة بفضل من الله سبحانه وتعالى. انزين، والحين وين دربك، يعني وين واصل الحين؟ الله يطول عمرك سويت لي شركة اوبريتنج فند، فاحنا نستثمر في شركات ولكن بنفس الوقت ندير البزنسز هذه. شفنا جاب ان في شركات تمول، في ناس تمول، ولكن شفنا جاب في النو هاو عشان اوصل شركة من شركة محلية الى شركة تكون عالمية. فهدفنا نشتري شركات صغيرة اليوم
موجودة بالخليج ونوسعها في المنطقة عندنا اليوم. ونركز احنا طبعا في شركات الاي بزنس هي الانترنت بزنسز لان المستقبل ماشي بهالصوره. يعني بدال التجارة العادية بدال الصحافة العادية كل شيء صار الكتروني. سبحان الله كل شيء صار بالاي بزنس فاحنا احنا مركزين على الاي بزنس وشايفين فيه مخرجنا يبي يستثمر معك. حيا الله. إنزين العمل الدؤوب هو اللي يوصل لكن أيضا ساعات فيك ضربات حظ صح؟ وهي مو حظ الله يطول تؤمن. لا هي مو حظ يا الله يطول عمرك هو بركة من الله سبحانه وتعالى يعني بالنسبة لي يعني مثل رضا الوالدين جدا مهم. الناس كل ما ساعدت الناس دعت لك بالخير والله يوفق يعني هالأمور هذه أنا شفتها قدامي شفت الله يرحمه يدي مبارك الحساوي شون قدر يوصل شركاته وخسر المناخ ورد الله سبحانه وتعالى عوضه مرة ثانية وهي مو شطارة هي بركة من الله سبحانه وتعالى فمشى بالطريق وشفت أبوي الله يطول عمره يمشي بالطريق وأمي الله يحفظها ربتنا على هالشيء هذا أنا وأخواني فجيت أنا طبقت التربية اللي أهلي ربوني إياها في البزنس طبعا رحت وسعيت جبت لي ناس فهمانين احسن مني دائما لازم اركز على الناس اللي افضل مني عشان اصير انا انزين شلون مثلا تلفت النظر لشركات عالميه وتنباع مثلا هالشركات الالكترونيه يعني شلون يتم الصفقات اللي نسمع عنها حتى يعني مثلا سمعنا والله الفيسبوك انباع بمبلغ وقدره سناب شات انضم حق مدري منو يعني هالاشياء هذه وهالمبالغ الكبيره هذه يعني مبالغ اكبر من ميزانيات الدول صح شلون كذي والله طول عمرك احنا هدفنا كان نوصل شركتنا تكون اكبر شركه في المجال في المنطقه فهذا الايم لو احنا ما لو فشلنا بشيء هذا كان ما حد ياشر البزنس فهدفنا ان شلون انا اقدر اصير الاكبر بلاير موجود وكنا احنا اوريدي ننافس شركات اكبر منا بوايد في المنطقه من المانيا ومن تركيا ففضل من الله سبحانه وتعالى فريقنا كان قوي مشينا بالطريق الصح يعني كنت دائما حريص ان امشي ما يرضي الله سبحانه وتعالى ما اعر اليمين ويسار وبالنسبه لي كان رضا امي وابوي علي وايد وايد مهم فاذا مثلا امي كانت معصبه علي الامور كلها تطق تيعوا يعني اذا الوالد راضي علي سبحان الله الامور تي صح واضحه وضوح الشمس فكنت دائما احرص على الشيء هذا وكنا دائما احرص على جانب عمل الخير بالبزنس مالنا كل شهر كنا نطلع نسوي نساعد الناس هنا نسوي منها فالامور هذه تجيب لك البركه في البزنس فالحمد لله قدرنا مع طبعا مع الاجتهاد مع قوه الفريق اللي كان عندنا ان نوصل الى اكبر شركه في المجال في المنطقه فاوتوماتيكلي انت الشركات العالميه تبي شيء طريق سهل فتقوم تشتريك وتدفع مبالغ يعني عاليه بالنسبه حق هذا ولكن هم لما يصرفون المبالغ العاليه هذه هم قاعد يفكرون فيها هم اللونج تيرم يمكن المبلغ عالي اليوم ولكن في المستقبل يعتبر هذا مبلغ مو غالي. اي واتوقع الحين في احدى الصفقات القويه جدا مع الامازون وسوق دوت كوم. نعم فهي تثبت لك اهم ما شاء الله شركه ثانيه طالعه من المنطقه هني قدرت تجيب لها شركه عالميه من برا فلوس اجنبيه تدش في عندنا في المنطقه فهذا اللي نبيه اليوم احنا نبي فلوس السمارت ماني تجيك من امريكا ومن اوروبا الى منطقتنا هني عشان هم نوري العالم انه في بوتنشل. في شركات محترمة هنا عندنا في بالخليج وفي الميدل ايست بالضبط فليش انتم بس تشترون شركات برا تعال دشوا واستثمروا هنا وميزة الاستثمار هنا انه مو بس فلوس الدش الايكو سيستم انه هذا بيحط فلوسه بيجيب لك هم معاه جماعة يشتغلون هنا فيصير في تبادل من المعلومات والافكار بين الناس اللي موجودين في المنطقة والناس اللي برا هذا شيء مهم هذا ايش كثر يعني يشجع الشباب انهم يعني شوي يصيرون اجرأ هل ممكن يقول لك عنده فكره وفكره ممكن تكون هي جميله لكن ما يدل الطريق والله يطول عمرك هو اهم شيء الخبره اللي واحد ياخذها قبل البدء في العمل الحر يعني لو انا مثلا مو ما يعني عندي اختيار الـ 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 الفكره نفسها مو لازم تكون فكره جديده بالمره بس المفروض انها تكون فكره جيده وناجحه وفي الله يطول عمرك الاهم من الفكره هو تطبيق الفكره في وايد ناس تطلع بأفكار وايد حلوة بس وقت التطبيق ما تعرف غرز لأنه ما عرفت تطبق فشون الواحد يعرف يطبق إذا خذال الخبرة العمل فعشان شيء أنصح دائما أي واحد قبل ما يبلش الأون بزنس ماله يشتغل في شركات كبيرة بالبلد بالبنوك الكبيرة ياخذ الورك اكسبيرينس هاي اللغة مثلا أنا اليوم بروح بلد ما أعرف لغتها راح أضيع بالبداية إذا تعلمت اللغة
راح اقدر اتعايش مع المجتمع معهم. نفس الشيء في البزنس. طيب محمد، انت ايضا خريج بريطانيا، اشتغلت هناك بالسوق الانجليزي ولا ما اشتغلت؟ لا انا ما اشتغلت الله يطول عمرك، ولكن كنت اشتغل فتره الصيف يعني الوالدي الله يحفظه كان كل سنه يدزني صيف، فاشتغلت كورك اكسبيرينس هناك. اي خذيت خبره يعني فادتك ولا خبره طبعًا. البنك هي كانت لا طبعا خبره البنك كانت بالنسبه لي اهم خبره. أي. ولكن انا من وانا صغير الوالد يعني كان يدزني اشتغل في اوتيلات فتره صيف، اشتغلت في شركه البان. ما اشتغلت بماكدونالدز وهالسوالف، دائما يعني الشباب الكويتي اول شيء يبون الفاست فود. اشتغلت في اوتيلات وكنت شو اسمه اشتغلت كسفرجي، واشتغلت كنا انا كنت اروح بالمطعم اودي اكل حق الناس. ايوه ما شاء الله. وانا والوالد الله يحفظه من عمري 12 سنه كان كل صيف يوديني يدربني مكان. فاشتغلت بكذا اوتيل، اشتغلت في شركه الالبان. وما تقول يعني انا ولد فلان ولا هذا ما عندي هالسوالف. لا ما هذا غلط، هو اسوأ شيء الانسان يشوف نفسه على الناس بالطريقه هذه. بالعكس الخبره هذه اعطتني اكسبوجر واشوف الناس شلون تفكر شلون تشتغل. طبعا حزتها ما كنت افهم الامور هذه. فجزاه الله خير الوالد يعني راح وقال لي روح سوي الشيء هذا، ما كنت فاهمه. حزتها فهمتها لما كبرت. فسبحان الله فادني وايد. شنو الكلمه الاخيره اللي تبي تقولها يعني من خلال هذا اللقاء؟ طبعا انا بالنيابه عنك اشكر الوالد والوالده الله يحفظهم، ويعني فعلا استثمارهم كان بمكانه، وما شاء الله عليك يعني اثبت ان انت قدها وقدود. نعمه من الله سبحانه وتعالى. طبعا اهم شيء ميزة الانتربرنورشيب على الاقتصاد الكويتي شيء مهم جدا. احنا كل ما قدرنا نشجع الناس الشباب ان ينتقلون الى العمل الحر وياخذ الريسك، والعادي اذا الانسان ترى ما ينجح كلنا فشلنا، ولكن الانسان لازم يكون مثابر ويحاول مرتين وثلاثه واربعه ويبلش طبعا في الاماكن الكبيره ياخذ الاكسبيرينس مالت البزنس. ولكن كل ما انتقلنا الى العمل الحر واعتماده على نفسه الاقتصاد قوه. الكويت راح تقوى اذا الايكونومي مالت الكويت قوت. وشلون الايكونومي تقوى في اي بلد؟ اذا ناس راحوا بادروا في السمارت بزنسز. فهذا بالعكس اليوم احنا قاعد نشوف الشباب الصغار اللي صاعدين يعني احسن وايد من نشوف الدوله تساعد الشباب بالمشاريع الصغيره. هل الالكترونيه هذه جزء من المشاريع الصغيره اللي تدعمها الدوله؟ طبعا الدوله تدعم الله يسلمك، كل ما أنا قامت تدعم زيادة وزيادة. أيه. وتدعم المشاريع الإي بزنس وتدعم المشاريع الثانية، لأن بالنهاية مصلحة الدولة. أكيد. مصلحة أكيد. الدولة إذا الناس انتقلت إلى العمل الحر واشتغلت. فهذا براكتس زين. وفقك أخوي محمد وشكرا على وجودك معانا. الله يطول بعمرك. أتمنى لك كل التوفيق. الله يطول بعمرك. نسمع عنك كل الأخبار الجيدة بإذن الله. الله الصحة والعافية. شكرا لك. الله خير. مشاهدينا نرجع لكم في الغد إن شاء الله وبقية الزملاء وليلة جديدة من ليالي الكويت. مع السلامة.